عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. عرفت الهوى. انقشوا على كفوف الصباح التفاؤل، وارسموا على وجه النهار الابتسامة، وازرعوا في قلوبكم وطريقكم الفرح والسعادة بأجمل التحايا الولائية الصباحية نحييكم بها مشاهدينا الأكارم، مشاهدي شاشة قناة كربلاء الفضائية. على الود والمحبة نلتقي وإياكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى يتجدد يوم جديد بإذنه تعالى، ونكون حلقة جديدة وبرنامجكم اليومي الصباحي برنامج صباح كربلاء اللي كما عودناكم يأتيكم من يوم السبت إلى يوم الأربعاء بكل فقراته بكل محطاته، إن شاء الله تنال إعجابكم وفيها رضا لله تبارك وتعالى. مشاهدينا إن شاء الله نبدأ وإياكم، لكن أكيد بداية أقول لكم تحايا كادر وفريق العمل، وأكيد أرحب بداية بزميلتي ليلى عبد الهادي. صباح السعادة والخير عليش يا ليلى. صباح الخير والعافية عليش نهاوند، وإن شاء الله هذا الصباح أيضا نتنفس به لطف الله سبحانه إن شاء الله وتعالى، ويوم جديد آخر أعطانا إياه كهدية وعطية من عطايا إن شاء الله. صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا الكرام، وفي هذا الصباح اللهم كما غسل غياثك هذه الأراضي العطشة، اغسل قلوبنا من كل هم وغم، وفرج كل غم وكل هم عن كل مكروب، آمين رب العالمين. فالحياة دائما للفرح، للسعادة، للمثابرة، للجد والاجتهاد، وتيقنوا دائما أن بعد كل هم فرج وفرح. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا. نحييكم مشاهدينا مجددا، ونبدأ هذا الصباح بذكر الله سبحانه وتعالى واستعراض سريع ومبسط لفقرات حلقتنا لهذا اليوم، والتي تتضمن التالي. في أولى الفقرات وفي فقرة سلبي وإيجابي نتحدث عن العربات المهملة التي تتسبب عرقلة لحركة المرور، وكذلك في خبر الصباح. أما في فقرة خبر الصباح، العتبة العلوية المقدسة ترعى فعاليات المسابقة الوطنية الأولى من نوعها لأفضل معلم قرآني. وفي فقرة نقاش صحي مع ضيف الحلقة بهاء الوائلي يحدثنا عن مركز سلامتك الخيري وأبرز المبادرات. مهرجان للطفولة وأيتام العراق نشاهد معكم في حينه في تقرير مع الزميل وليد الخزعلي. وسؤال تفاعل حلقتنا لهذا اليوم وجولتنا مع الزميل ماجد الأسدي، كيف هو اليوم الجيد بالنسبة لك؟ إذن مشاهدينا هذه أهم إن شاء الله الفقرات لهذه الحلقة من برنامج صباح كربلاء لهذا اليوم الأربعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يوما مباركا وسعيدا بكل دقاته بكل ساعاته ولحظاته بإذن الله تبارك وتعالى.
مشاهدينا انطلاقتنا الأولى في كل يوم من برنامجنا المبارك وبأجواء إيمانية تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة عند مرقد مولانا أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. نعيش وإياكم الأجواء الخاصة لدعاء الفرج لمولانا الإمام الهمام المغيب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى في فرجه الشريف. أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الاستقامة ترتبط بسعي الإنسان وإرادته وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وباستقامتنا نكون قد مهدنا الطريق لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحينما يكون الإنسان مستقيما ومؤمنا بأن هناك منقذ للبشرية فلا بد أن يكون ذلك الإيمان منعكسا على أعماله، ويصنع الخير ويتجنب بقدر ما يمكن كل ذنب قد يعترضه. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون تخوفه، خاف انحرم من شرفتك عمر المناية تخطفه. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون تخوفه، خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطفه. آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادرب غيابك تسمع سلامي ونحيبي. عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي. من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي. جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي. ها يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي مهدي مؤتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي. حياكم الله مشاهدينا الأكارم. ندعو الله دائما وأبدا خصوصا عند هطول المطر، واستنادا إلى رواية الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم أجمعين، أن الدعاء مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الأجواء عند هطول المطر يدعو الإنسان بما يتمناه قلبه من أمنيات وحوائج كثيرة. لا ننسى أن ندعو دائما وأبدا بقلوب والها في تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان أن يعجل في فرجه الشريف، وأن نكون من خلص أنصاره
صدقا وقولا وعملا وفعلا بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأكارم راح نتوقف إن شاء الله في فقرة من فقرات برنامج صباح كربلاء، ويمكن أنه بالأسبوعين الأخيرات أنه ذكرنا بعض من الأمور السلبية والإيجابية. الأمور الإيجابية نتمنى أنه نفعلها أكثر في مجتمعاتنا، في بيوتاتنا، في أسرنا، أيضا على مستوى الصعيد الشخصي. بعض من الأمور السلبية نتمنى بتكاتف الجميع وبإرادتنا إن شاء الله القوية أنه نقضي على هذه الأمور السلبية ونجعل منها انطلاقة حقيقية لأمور إيجابية إن شاء الله مفيدة ونافعة لنا وللمجتمع بصورة عامة. من الأمور السلبية والإيجابية مشاهدينا، أو نقدر بالأمور الإيجابية نقضي على الأمور السلبية، منها العربات المهملة التي تسبب عرقلة لحركة المرور. نقدر مشاهدينا من الأمور الإيجابية أنه ركنها في الأماكن المخصصة لها حينما تكون هي معرقلة لحركة المرور أو السيارات أو قد تعيق المواطنين، فبإمكاننا أنه يكون هناك مكان مخصص تخصصة مديرية المرور مشكورة أنه لهذه العربات أو قد تكون الدراجات أو العجلات المهملة. أيضا بإمكاننا أنه نستثمرها من خلال إعادة تدويرها لأمور مفيدة، أو قد يكون من ناحية أنه التنمية الاقتصادية، أيضا هاي من الأمور الإيجابية اللي أيضا نقدر أنه نستثمرها. أيضا بإمكان مشاهدينا الاهتمام بالأماكن اللي كانت طبعا تشغلها، نقدر من خلال الورود وأيضا أنه من خلال الرسومات الجميلة فنعوض هذا الأمر السلبي اللي كان منظر هو مو جميل ولا منظر حضاري، أنه يعني نقدر أنه بالرسومات أو أيضا من خلال الورود نقدر هذا الأمر نطغى عليه، فد أمر إيجابي جدا. نعم. وبالتالي أنه يكون يسر الناظرين. نعم أحسنتي. إذن أيضا مشاهدينا من سلبيات السيارات المتروكة، سلبي آخر تتضمن هذه السلبيات السيارات المتروكة في الطرقات مشاكل بيئية وتعطيل حركة المرور وأيضا زيادة في حوادث السير وتشويه للمنظر العام وتعزيز الجريمة وتكوين عقبة غير مريحة للعامة. أيضا بالإضافة إلى ذلك أمر سلبي آخر، قد تؤدي السيارات المتروكة إلى تدهور البنى التحتية للطرق وتسبب مشاكل صحية ناتجة عن التلوث وتشكل خطرا على الأطفال الذين قد يلعبون بالقرب منها وتعكس نقصا في الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية. وأمر سلبي آخر بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي السيارات المتروكة إلى انخراط في أعمال تخريب أو سرقة، ومما يؤدي إلى خسائر مالية وتأثيرات سلبية على مستوى الأمان في المجتمع، كما أنها تسهم في تشويه الصورة الحضرية وتقليل جاذبية المناطق المتأثرة بهذه العربات. إذن لابد لنا أيضا أن ننظر إلى أمر سلبي أخير وهو الجوانب الاقتصادية. يمكن أن تؤدي السيارات المتروكة إلى انخفاض قيمة العقارات في المنطقة المحيطة، وهو ما يؤثر سلبا على السوق العقارية، كما قد تكون للسيارات المهملة تأثيرات نفسية على سكان المناطق المعنية، حيث تعكس إهمالا للبيئة المحيطة وتزيد من مشاعر الغضب وعدم الرضا للسكان. إذن هذه مجملا بعض السلبيات لهذه العربات المتروكة، وأكيد مثل ما ذكرنا وذكرت زميلتي هناك إيجابيات ممكن أن نستصلح بها هذه النقاط السلبية. إذن مشاهدينا انتقالة ونعود إليكم، ابقوا معنا. مشاهدينا ندخل في فقرة أخرى من الفقرات اللي دائما نقول أنه نستزيد من الثقافة العامة في هذه الوقفة. في فقرة ثقف نفسك اليوم راح نتناول مسألة كلش مهمة، أن نحافظ بها على صحتنا البدنية ونحافظ بها أيضا على صحتنا النفسية، ألا وهي فوائد المشي. للمشي أنه أبعاد كثيرة، ثمار عديدة أنه مختلفة طبعا تضفي على الإنسان، وبالتالي أنه يلمس هذه الثمار.
بداية مشاهدينا من الفوائد التي تكون هي للمشي لصحة الإنسان، بداية يحسن القلب والأوعية الدموية. المشي يساعد على تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية. وأيضا لفوائد المشي أنه يساعد على التحكم في الوزن. المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين الأيض، مما يساعد على التحكم في الوزن. إضافة إلى أنه يحسن المزاج، المشي يساعد على إفراز الهرمونات التي تحسن المزاج وتخفف من التوتر والقلق. نعم أحسنتي، كذلك يحسن العظام والعضلات، فبالمشي نستطيع مساعدة عضلاتنا على تقويتها وكذلك العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل. كذلك يحسن الهضم، المشي يساعد على تحسين عملية الهضم ويقلل من خطر الإصابة بالإمساك. أيضا يحسن الجهاز التنفسي، فالمشي يساعد على تحسين الجهاز التنفسي وزيادة الأكسجين في الدم. وأخيرا لتحسين الذاكرة والتركيز، يساعد المشي على تحسين الذاكرة والتركيز ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر. نعم. إذن كثير من الأمور اللي ممكن أنه تنفع بها مسألة المشي، كذلك بما ناقشناه يوم أمس مع الدكتورة صبا في مرض السكر، قد أنه من أولويات مريض السكر أنه يمشي وهي أفضل رياضة له. صحيح ليلى، اليوم إحنا يمكن الأطباء الأختصاص هم أعلم بهاي المسألة. اليوم المريض من يروح يعاني من مشاكل معينة، حتى أمراض الكلى، يمكن أنه يستغرب المريض أنه شنو علاقة المشي بها، لكن ينصح أنه أطباء الكلى أقل ما يكون الإنسان يمارس التمارين الرياضية وعلى رأسها المشي مدة أنه نصف ساعة ما يقارب 30 دقيقة. وأيضا بعض من الأمراض، يعني ناهيك عن مسألة أنه البدانة، وأيضا أخذنا أنه التوتر والقلق، يعني الإنسان اللي يعاني قد يكون من مشاكل نفسية، من كآبة لا سامح الله، وهاي الأمور خصوصا على هذا الهواء الطلق الجميل يعني، وبالتحديد يعني بين أنه الخضار، خلينا نقول الزهور، الأشجار، كلها تعطي طاقة إيجابية للإنسان. نعم صحيح. فحتما تكون هناك مردودات إيجابية على صحتنا. نعم أحسنتي. نعم. لكن قد يتساءل البعض أنه إذا إحنا ما نقدر، أو إذا يعني جونا أو محيطنا أو شوارعنا، خل نكون صريحين بهذا الموضوع، يعني بعض الشوارع ما تساعد على أنه نتمشى، لكن أكو أماكن مخصصة يعني بكل محافظة موجودة. أكو أماكن مخصصة ولذوي الدخل المحدود أو المنخفض جدا اللي ما يقدرون حتى يوصلون هذه الأماكن، نصعب عليهم، ممكن أنه بمكانهم يراوحون، ممكن بمسألة أنه كأنما أنا دا أمارس تمارين رياضية، أو يأخذ مثلا إذا إمكانيته تسمح يشتري جهاز خاص للمشي في المنزل، خصوصا للنساء اللي يتحرجون المشي مثلا لفترات طويلة بالشوارع أو عندهم في التزامات معينة، تقدر أنه في داخل بيتها تمارس التمارين الرياضية. صح. المهم أنه إحنا نكون حريصين على أنه نكسب نشاط وصحة بالوقت نفسه، إحنا نقدر حتى أنه لما تكون صحتنا جيدة نسعد عوائلنا وأيضا نعكس هذا الروح الإيجابية والطاقة. أحسنت كثيرا. نعم. ليلى، إذا مشاهدين طبعا مثل ما ذكرت ليلى أمر كلش مهم، أنه حتى وإن كنا الحمد لله نتمتع بصحة جيدة، خلي تكون هي عادة من عادات عفوا الناجحين، هي ممارسة التمارين الرياضية، فصحتنا هي دائما أولا قبل كل شيء. إذن حياكم الله مشاهدينا مجددا، وفي خبر الصباح، العتبة العلوية المقدسة ترعى فعاليات المسابقة الوطنية الأولى لأفضل معلم قرآني. طبعا في هذا المجال نهاوند كثير من الفعاليات التي تقام حول يعني مسألة رعاية القرآن، مسألة أنه احتواء أنه الجانب القرآني التعليمي، الحرص الشديد على أنه يدرس هذا الكتاب ويفهم ويتمعن به، خاصة الدورات التي تقام كثيرة ما شاء الله، العتبات المقدسة لا تقصر في هذا الجانب. صحيح.
في العتبة الحسينية والعباسية، واليوم نتحدث عن العتبة هناك دور العلوية. خاصة طبعا أصبحت دور خاصة نعم. للأولاد الصغار جدا، حتى في عمر صغير ممكن أنه يحتوون هذا الطفل، وتشوفين ما شاء الله فصاحته ولباقة كلامه نعم. إذن كثير من الاهتمام والرعاية بهذا الجانب، وهو الأفضل في مجال أيضا تعلم اللغة عفوا صحيح. وفصاحتها وأيضا نعم. يعني تنشيط الذاكرة ليلى، ما ننسى أنه حفظ القرآن يؤدي إلى أنه النشاط الذهني للطلبة وأيضا أنه الأبناء. مشاهدين، برعاية الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبحضور عضو مجلس الإدارة العتبة العلوية الأستاذ حسن الجابري ورئيس قسم الشؤون الدينية، طبعا انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية الأولى لأفضل معلم قرآني بمشاركة الوفود القرآنية من جميع العتبات المقدسة وأيضا المزارات الشريفة ومراكز علوم القرآن والوقفين الشيعي والسني. وفي تصريح للمركز طبعا أنه قال مسؤول دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة الأستاذ أمير كسار، تعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى العراق وستستمر لمدة يومين، وشارك فيها 30 متسابق من مختلف أنحاء العراق، وسيكون حفل الختام في باحة الصحن العلوي الشريف. من جانبهم طبعا أنه المشاركون أشادوا بكل هذه المسابقات، وما ننسى مشاهدينا مثل ما ذكرنا أنه العتبات المقدسة اليوم بحمد الله تعالى ترعى دور حفظ القرآن بمختلف الفئات العمرية، وأيضا أنه النساء قد يكونون الأطفال الشباب، سواء كانت أنه بدورات صيفية، سواء كان أنه من خلال مسابقات وطنية وأيضا دولية. ليلى، اليوم هذه المسابقات المحلية الوطنية اللي تجرى داخل العراق، يعني ده تصبح هناك تصفية لبعض من يعني أنه حفظت القرآن الكريم، ومن ثم إيفادهم إلى دول أخرى ومشاركاتهم بمسابقات دولية. نعم، وده يفوز العراق بمراتب عالية ومتقدمة. نعم، ومثل ما شفنا السنوات السابقة كانت هناك مسابقات عالمية وتنافسية في دول مختلفة، وأيضا كان العراق الصدارة سواء في مرحلة في الجائزة الثالثة أو الثانية. تعتبر هذه من الصدارات اللي ممكن أنه نفتخر بها على مستوى تعلم القرآن الكريم. أيضا هناك الكثير من الأخبار، حيث سيكون تقييم المتسابقين في هذه الدورة بحسب مهاراتهم وتمكنهم من الإلقاء والالتزام الانفعالي والمهارات الأخرى التي يتصف بها المعلم القرآني من أجل تمكينهم من المادة العلمية. أيضا يشار إلى أنه هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العراق، والتي ترعاها العتبة العلوية المقدسة لاختيار أفضل معلم قرآني. شاركت فيها المراكز الوطنية لعلوم القرآن في ديواني الوقفين الشيعي والسني والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة. إذن هذه المسابقات شاملة للكثير من أيضا المحافظات، ذكرنا على مستوى العتبات المقدسة وكذلك المزارات الشريفة اللي ما شاء الله تنتشر في العراق بصورة كبيرة وواسعة. إذن ما علينا سوى أن نتبع خطى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أن نأخذ كتاب الله في صدورنا، ليس فقط لربما البعض قد يهتم بحفظه وإتقان لغته وحركاته، ولكن قد لا سمح الله نغفل عن جانب التمعن فيه والأخذ بتعاليمه. إذن من المهم إلى جانب حفظ القرآن الكريم وإلى جانب إتقان لغته، لابد أنه أيضا ندرس تفسير القرآن الكريم حتى أيضا يسهل الحفظ علينا ويسهل القراءة. إذن كل التوفيق لحفظة القرآن الكريم، وهنيئا لهم هذا الفوز، وأيضا نبارك جهود العتبة العلوية المقدسة في هذا الشأن. إذن مشاهدينا، دعونا نأخذ فاصل قصير ونعاود إليكم، ابقوا معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأكيد ما زلنا إن شاء الله متواصلين وإياكم من فقرة إلى فقرة أخرى من خلال حلقة هذا اليوم وبرنامج صباح كربلاء. مشاهدينا الكرام، طبعا تتمة لفقرات حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد يعني فقرات إن شاء الله منوعة وشيقة بكل ما تحتويها، لكن دعونا الآن نستمع وإياكم ونشاهد عناوين الأخبار مع الزملاء في استوديو الأخبار. إلى هناك. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. هيئة الصحة والتعليم الطبي وبحضور الأمين العام للعتبة الحسينية المقدس الحاج حسن رشيد العبايتي تعقد المؤتمر الدولي الأول لاعتلال الأعصاب وأمراض العضلات. المؤتمر شهد مناقشة 5 محاور تطرقت إلى آخر التطورات التي توصلت إليها الدراسات العلمية والعالمية في هذا المجال. رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور حيدر العابدي يعلن عن بدء العمل في مركز اعتلال العضلات والأعصاب واستقبال الحالات المرضية من جميع أنحاء العراق الذين تم تسجيلهم وفق نظام معين يسهل متابعة حالاتهم. وقال الدكتور العابدي إن المركز سيقدم خدماته الطبية مجانا وعلى مدى 3 أشهر لجميع المرضى، وذلك بسبب صعوبة تشخيص هذه الحالات وارتفاع تكاليف التحاليل المرضية. الكوادر في قسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلوية المقدسة تواصل أعمالها بتفكيك وإزالة المسقف القديم في صحن الإمام الحسين عليه السلام والواقع في الجهة الشمالية من الصحن الحيدري الشريف، فيما تضمن العمل إزالة الأحمال من جدار الحرم العلوي المطهر، وهي المرحلة الأولى قبيل تركيب المسقف الجديد بدلا عنه. بيّن مشرفون أن مساحة المشروع تبلغ 6500 متر مربع. المؤسسات الطبية والصحية والمجتمعية تسعى في اليوم العالمي لمرض السكري وعلى مستوى العالم إلى بذل جهود مضاعفة للتعريف بأهمية التعامل مع هذا المرض والوقاية منه، حيث كثفت جهودها من خلال عدة فعاليات منها الحملات التوعوية والفحوصات المجانية لتوضيح مضاعفاته الخطيرة على صحة الإنسان. وأخيرا، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تفتتح مشروع ماء الدجيل في محافظة صلاح الدين. المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة للقضاء على شحة المياه، إذ تبلغ ساعته وبحسب معنيين 4000 متر مكعب في الساعة. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، ونعود إليكم في حلقتنا لهذا اليوم ونقاش صحي. نتحدث إن شاء الله مع الأستاذ بهاء الوائلي مدير مركز ميزان للخدمات الصحية والمنزلية، ويحدثنا عن مركز سلامتك. أهلا ومرحبا بك أستاذ بهاء، وصباح الخير والعافية عليك. صباحكم الله بالخير، حياكم الله. صباح الخير والعافية عليكم أستاذ بهاء، وندعو الله سبحانه وتعالى دائما للخدمات الصحية المنزلية اللي تقدموها طبعا أنه دائما بالموفقية لكم. أستاذ بهاء، بخصوص أنه مركز سلامتك اللي يعتبر هو المركز الأول من نوعه في العراق، ما هي مميزات هذا المركز بحيث أصبح هو الأول من نوعه في العراق؟ نعم تفضلوا. تسمحي لي يعني نجدد التضامن ككوادر صحية مع الشعب الفلسطيني، وضمن مبادرة العتبة الحسينية المقدسة نستعد في مؤسساتنا الصحية التابعة للعتبة الحسينية أن نستقبل جرحى الشعب الفلسطيني، ونجدد هذه من خلالكم إن شاء الله. أحسنتم. مركز سلامتك الخيري لغسيل الكلى، يعني لو نرجع شوي خطوة للوراء قبل سنة أو سنتين، هو كان مركز خاص بجائحة كورونا، ويعني حتى من ننسى التاريخ أنه إلى وقفة وإلى تاريخ، والحمد لله وفقنا أن نترك بصمة وأثر وإنقاذ حياة عديد من الناس الحمد لله. ضمن رؤى يعني العتبة الحسينية المقدسة في هذا الجانب الصحي دائما تسعى
رفع معاناة المواطن. دائما تسعى العتبة الحسينية لعمل مشاريع تكون سندا وعضدا لمؤسسات الدولة خصوصا في الجانب الصحي. دائما تسعى العتبة الحسينية لتحديث المنظومة الصحية في العراق. مركز سلامتك الخيري يعني أقيم في يعني أو أنشئ يعني بتحديث جديد بعد بالتعاقد مع شركة سويدية. نعم. رائدة في هذا المجال. نعم. إذا أستاذ بهاء أكيد رح نترك لك مساحة من الحديث في التعريف عن هذا المركز وأهم المبادرات التي أقيمت فيه. بل. تفضلوا. نعم. بما يخص مركز سلامتك، ما هي المبادرات التي أقيمت حديثا والتي قد يعني انتهت منذ فترة وجيزة؟ حقيقة مركز سلامتك حاليا يعني هو مبادرة مفتوحة. حاليا هو مركز يستقبل مرضى غسيل الكلى لكافة الأعمار ويعني يعني رجال نساء أطفال. أيضا يوجد في المركز هناك استشارية يديرها أطباء اختصاص عراقيين متطوعين. حقيقة المركز يقدم خدمات صحية وفندقية. عفوا الصوت واضح؟ نعم واضح صوتكم، تفضل. طبقت في المركز نظم وبروتوكولات حديثة، أهمها هو يعني نظام مكافحة العدوى أو السيطرة على التلوث في المركز. تعرفون أنه مريض غسيل الكلى، مريض ضعيف مناعة، مريض يحتاج إلى خصوصية. حاولنا ننفذ هذه البروتوكولات بشكل قياسي. يعني المريض ما يدخل بدون مرافق، يتلقى بالمركز كافة العناية النفسية الصحية الفندقية وكل الخدمات. كل هذه الخدمات طبعا مدفوعة الكلفة من العتبة الحسينية المقدسة. في المركز هناك كفاءات لهم باع طويل من خارج وداخل العراق بهذا المجال. مريض غسيل الكلى هو يعتبر الجهاز عضو من أعضائه، لأنه يغسل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وقد يكون في بعض الحالات يوميا بعض المرضى. هذه الخصوصية تحتاج إلى عقامة، إلى نظافة، إلى إجراءات صحية صارمة للحفاظ على صحة المريض. طيب أستاذ بهاء، ذكرتم أنه التكاليف تكون هي مدفوعة من قبل العتبة الحسينية المقدسة، هل على طوال العام أو قد يكون من ضمن فقط المبادرات أو قد يكون من ضمن أشهر في السنة يعني من دون الأشهر الأخرى؟ نعم. سؤال جيد. كل مستشفيات العتبة الحسينية هي الصحة عن هذا الشيء. نعم. هي عبارة عن مبادرة، يعني كل المؤسسات اللي موجودة الصحية في العتبة الحسينية هي أما أن تكون خيرية بالكامل أو ريعية، يعني تسد يعني المصاريف التي تستوفى في بعض الأحيان هي لسد بعض الأمور التشغيلية، وإلا يعني كمشروع هو ليس مشروع استثماري. كل مشروع صحي في العتبة الحسينية هو ليس مشروع استثماري، هو مشروع خيري بالكامل. أما أن يكون ريعي أو خيري، مركز سلامتك هو خيري بالكامل، هو مدفوع الكلفة ومستمر، ما بقينا على قيد الحياة إن شاء الله. نعم أحسنتم. إذا بما يخص الجانب الصحي، ذكرتم في بداية حديثكم حول مبادرة استلام الجرحى الفلسطينيين. دعونا نعرج قليلا على هذا الموضوع، هل تم استلام أعداد من المرضى من الشعب الفلسطيني من الجرحى؟ كيف تمت معالجتهم؟ هل هناك طريق لأن يفدوا إلى المركز؟ حقيقة يعني لا زال التنسيق عالي مع وزارة الخارجية العراقية وبعض يعني الوزارات الخارجية الدول العربية. يعني صعوبة وصول المريض يعني بسبب بروتوكولات معينة يعني عاقنا عن استقبال، لكن هناك اتفاقات جديدة أنه ليس فقط الجرحى، أيضا أمراض المزمنة كمرض غسيل الكلى، أمراض السكري الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة كبار السن. إذن في انتظار تسلم الجرحى. أكيد. لكن حاليا لا يوجد مستعدين أعداد. إن شاء الله يعني مستعدين لاستقبال هذه. نعم. الشرائح المحتاجة. نعم. أستاذ بهاء، طبعا بين خلال حديثك قبل قليل ذكرت أنه المركز مركز سلامتك يقدم إلى أنه خدمات صحية وفندقية، ماذا تعنون بهذا يعني بهذه المفردة بالتحديد؟ أنا ذكرت لك أنه أكو نظام بالمركز يسمى نظام سيطرة على العدوى. نعم. تعتبر المركز هو ردهة عناية شديدة الخطورة، يدخل المريض وحده، لذلك المريض هو يحتاج دائما الى مرافق. يعني احنا المركز الفريد من نوعه الذي لا يسمح بدخول مرافق،
ما عدا بعض الحالات الأطفال لأعمار معينة الطفل يحتاج أهله أحيانا، لكن كبار السن ما نسمح حقيقة. هذا يعني بالبداية سبب لنا مشكلة، تعرفين الثقافة والمجتمع هنا. قلنا لهم احنا أهل يعني المريض احنا أهله، انت مثل تخاف عليه. بعد ما جربنا مرة ومرتين الحمد لله والشكر، زرعنا الثقة في نفوس المرضى، ظلوا يعني يتركون مريضهم وبأيادي أمينة إن شاء الله، ونخدمة يعني من عطاء الإمام الحسين بأفضل يعني. هذه القضية الفندقية معناها أنه هناك أجواء خصوصية المريض، يعني هناك وسائل راحة في الغرفة، هناك خصوصية، هناك طعام، هناك شراب، يعني هناك طيب. ما يحتاجه من أمور أخرى يعني. طيب أستاذ، هناك مرافق يعني مثل مرافق من المركز، ممرض أو مساعد ممرض يقوم بكل الأمور التي يحتاجها المريض. نعم. طيب أستاذ بهاء، بالنسبة للشريحة، هل هناك يعني شريحة معينة تعتذرون مثلا عن استقبالها؟ هناك مثلا عراقيل معينة يعني قد يعتذر المركز أنه عن استلامه، خصوصا نحن في محافظة كربلاء المقدسة وهناك الكثير من الزائرين الأجانب من خارج البلاد، من لربما يكونون يعني حاملين للجنسيات المختلفة، هل هذه الشريحة أيضا تضم يعني المركز يعني يضمن دخولها وعلاجها؟ حقيقة المركز يستقبل كل المرضى من داخل وخارج العراق، من كل محافظات العراقية، حتى عندنا غرفة عزل يعرفوها الاختصاص، هناك مرضى غسيل كلى مبتلين بأمراض معدية، فهذا لازم تخليه جهاز خاص وبروتوكول خاص. فحقيقة يعني موفرنا هذه الغرفة، إنسان نسويها ايزوليشن روم أو غسلة غرفة عزل، بعض المراكز ما تستقبل هذا المريض. ليس يعني هناك شريحة تعتذرون عن استقبال. لكن ما يعيقنا هو الزخم الموجود حقيقة. هناك ويتنج ليست أو قائمة انتظار تأخرنا عن يعني هذا، لأنه الزخم الموجود على هذا المركز حقيقة يخلينا ننظم الأمور يعني حتى نعطي الخدمة الصحية بنوعية وبإخلاص. والأولوية نعم. لمن في هذه اللائحة؟ يعني هو حقيقة الأولوية هو لمن يأتي مسبقا، يعني الأولوية لمن يحجز، ليس للمتدهورة صحته مثلا أكثر. عندنا يعني غرفة للأرجنت كيس يعني للحالات الطارئة. يعني هاي القضية، بس أبو الحالة الطارئة من يطلع الحالة الطارئة يدخل على السيستم. يعني وقت اللي عندنا حالة طارئة أكيد نلبيها إحنا. نعم. هذا أولوية مطلقة، يعني إنقاذ حياة والناس تعذرنا إذا أكيد. أخذنا سر أحد. أحسنتم. لكن نعم. لكن بالسيستم ما نقدر ندخل كل الحالات الستيبل الثابته يعني باولويه احد. نعم. على اكيد الاولى فالاولى اكو سيستم. نعم. منتظر يعني ويعذرون اللي جاي ينتظرون يعني. اكيد انتم ما تقصرون طبعا. نسال الله منهم براءة الذمه يعني. نسال الله سبحانه وتعالى لكم دوام الموفقيه، خصوصا انتم بتماس يعني مع هؤلاء المرضى اللي يحتاج طبعا دعم نفسي قبل يكون تقديم الخدمه الصحيه إن شاء الله لهم. واكيد ان شاء الله البركه بجهودكم وبجهود كل العاملين في هذا المركز المبارك. الأستاذ بهاء الوائل، مسؤول مركز ميزان للرعاية الصحية المنزلية وأيضا مسؤول مركز سلامتك، نتمنى لكم كل التوفيق ونشكركم الشكر الجزيل لانضمامكم معنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لوقتكم، في أمان الله. طبعا ليلى، صراحة يعني أقول أنه هذا العمل بحد ذاته هو عمل مبارك إن شاء الله، ويعني ما نستبعد أنه في وضات وبركات الإمام الحسين عليه السلام، بما أنه هي مؤسسة صحية تابعة إلى العتبة وعتبة يعني الإمام الحسين عليه السلام. فالدعم النفسي هو رقم واحد يعتبر يعني مثل ما شاهدنا من خلال أنه التقرير. نعم. أكو بعض الأمراض يعني يحتاج لها بالفعل إلى وقفة جدية من خلال الكوادر التمريضية. نعم. نعم. إذن مشاهدينا، ما عسانا الا انه ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لجميع المرضى بحق محمد وآل محمد. مشاهدينا، راح نذهب طبعا بتقرير ان شاء الله. هذا التقرير يتضمن مهرجان من المهرجانات التي تخص فئه من الفئات التي طبعا هي موجوده في مجتمعاتنا، هي فئه الطفوله، لكن هؤلاء هم ايتام. في هذا المهرجان فعاليات خاصة، دعونا مشاهدينا نتعرف وإياكم ونشاهد أكثر هذا المهرجان، وأيضا أنه الهدف من هذا المهرجان مع الزميل وليد الخزعلي.
منعاً للآثار والرواسب النفسية والصحية المتأتية من وطأة الحروب القاسية على اختلاف الأمكنة والأزمان والضريبة المدفوعة أضعافاً مضاعفة منهم من جراء فقد الأهل أو التشرد أو حكم الظروف بالابتعاد عن التعليم، تطلق براءة الأطفال الصامتة نداءات استغاثة لا يسمع صداها إلا صاحب ضمير حي وقلب رحيم وسفراء في عالم الإنسانية، ولتزهر آمال الأطفال وتمسح عنهم الآلام والذكريات السوداء. أقيم في جامعة تكريت مهرجانا تحت شعار مساهمتك تمسح دمع وترسم ابتسامة بهدف دعم تلك الشريحة وإنضاجها بصورة سليمة، إضافة إلى محاكاة واقع حال أطفال غزة ممن يرزحون تحت نيران القصف الوحشي المتواصل هناك. الحدث تعاون بين كلية الهندسة ونقابة المهندسين العراقية وقسم التربية الفنية في كلية التربية العلوم الإنسانية. نشتغل دائما على موضوع الأطفال وتزامنا مع ما يحدث في غزة بهذه الجرائم اللي نراها، يعني صارت الفكرة بأنه يدمج، نقول ننطي رسالة بأنه الوجع واحد، وجع اليتم الذي هو أيضا بسبب الحرب مثل دول الأطفال اللي جبناهم، والوجع اللي يحدث الآن واليتم الذي يحدث الآن ودمار الحروب وما تؤول إليه الحروب. هذه رسالتنا من خلال المشهد أيضا، المسرح الذي قدمه الطلبة، طلبة قسم التربية الفنية، أوصلوا هذه الرسالة بأنه بنفس الوقت نحن تضامنية، وأيضا تعطي رسالة بأنه كيف كتبوا، إذا شاهدتوا المشهد كيف أصبحوا اليوم الأم الفلسطينية تكتب اسم ابنها على جسمه، فحتى إذا وقع انفجار راح يتعرفون عليه. يحفز المهرجان المقام جميع الأطراف ذات العلاقة إلى تحشيد الجهود المحلية والدولية وتفعيل البرامج التنموية لمساعدة الأيتام على إحياء طفولتهم وأحلامهم وحمايتهم من شتى أنواع الاستغلال السيء. فالطفل إيلان الذي هزت صورته العالم بأسره كان حلمه ووالديه أن ينجو من الموت والجوع، لكن البحر رفض تمريره وساقته الأمواج إلى حافة الشاطئ. وما حصل للأيتام العراقيين بحسب تحليلات علمية ونفسية يسقط جبلا من شدة القسوة وهول الأحداث، فما أحوجهم إلى عيون تقرأ ما تجول به خيالاتهم من التنعم أو الظفر بأيام الطفولة المسروقة. مهرجانا كدعم لأطفال غزة في فلسطين، ونود أخبارهم بأن في العراق أيتاما خلفتها الحروب كما خلفت حروبكم أيتاما. من هنا ندعو الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني في رعاية أيتام العراق كما ندعم أيتام فلسطين. وهناك دور للأيتام في العراق تحتاج إلى المساعدة والمساهمة في الكثير من الأموال والدعم المعنوي لغرض تأهيلهم لأن يكونوا ناشطين في مجتمعنا. الأيتام أغلبية الأمية من الأيتام، ماكو إمكانية يدرس، ماكو إمكانية يطلع يشتغل، محتاجين مأوى، محتاجين سكن، محتاجين حتى بنية تحتية لليتيم. تشوفه انه منتهي ضعيفه فدنوب اصلا، بعض المجتمعات اليتيم منبوذ. ليش اليتيم مو ضحى باغلى ما يملك والده؟ الدين شنو يحظ يعني؟ اول شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكاف اليتيم كهاتين بالجنه، هو سبابه الكاف لليتيم. يعني اعظم اجر انا اشوفه بعد الجهاد في سبيل الله هو اليتيم. ووفقا للأرقام فإن 5 ملايين يتيم مهددون بمستقبل مرعب وبحاجة إلى مساعدة ومتابعة واحتواء، فهم يواجهون معدلات مقلقة من الفقر المدقع وينتظرون تأهيلا يجعلهم أكثر فاعلية وتأثيرا في وجودهم. نشير إلى أن الواجب على جميع الحكومات وجميع المنظمات أن تقوم بدورها الفاعل في إيصال صوت هؤلاء الأطفال أولاً لكل ثنايا المجتمع العالمي، ثانياً العمل على إيصال المساعدات وإيصال الدواء والضغط الدولي نحو عالم نقي يحمل معه الكثير من الأمل. تحرص الصروح العلمية على فتح باب النور لشريحة الأيتام ليعتنقوا الحياة من أوسع أبوابها. من جامعة تكريت وليد الخزعلي، برنامج صباح كربلاء.
حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا وفي حديثنا المتواصل معكم في صباح كربلاء. وصلنا إلى نشرة الطقس، وكنا بدنا نعرف التغيرات الطقس والمناخ ويوم أمس الأمطار الملفتة. ونبدأ إن شاء الله حديثنا مع الزميل عباس الخفاجي بما يخص هذا الموضوع. صباح الخير والعافية عليك عباس. صباح الخير زميلاتي ليلى ونهاوند. صباح الخير والعافية عليك عباس. إحنا صراحة طريقنا للقناة اليوم شفنا حتى بعض من الطلاب يعني بدوا أنه يلبسون ملابس أو لبسوا الملابس الشتوية، فما أعرف شنو الموضوع، أنه بالفعل دخلنا الفصل الشتاء لو بعد ممكن أنه بالبداية يعني أنه البلاد تأثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين، الأول من البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يؤس في انخفاض في درجات الحرارة أيضا. نعم، إضافة إلى يعني من منتصف الليل تقريبا أنه بدأ إلى طلوع الفجر تساقط الأمطار، هذا بنحب نعرفه من خلالك طبعا إن شاء الله عباس بخصوص درجات الحرارة والأنواء الجوية بصورة عامة إن شاء الله اليوم غد والأيام المقبلة، فنترك الحديث إليك إن شاء الله. طبعا اليوم راح نتأثر بهطول أمطار غزيرة المزيد إن شاء الله، وأيضا هناك تحذيرات جوية بخصوص هطول الأمطار الغزيرة. نعم إن شاء الله، إذن أمطار خير يا رب إن شاء الله. إن شاء الله نترك الحديث لك عباس لنتعرف على آخر درجات الحرارة وتطوراتها إن شاء الله. تفاصيل أوفى بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع التصريح الرسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم الأربعاء 15 من تشرين الثاني، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى الطقس غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة خلال النهار خاصة في أقسامها الشرقية. درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، الرياح جنوبية شرقية إلى خفيفة معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط على فترات من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية من 4 إلى 6 كيلومتر. أما في المنطقة الشمالية الطقس غائم مع زخات مطر متفرقة، تكون رعدية أحيانا، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات على اليوم السابق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في فترات من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سوف يكون من 4 إلى 6 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية الطقس غائم ممطر حدوث عواصف رعدية، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة خلال، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في فترات من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سوف يكون من 4 إلى 6 كيلومتر. وبينما درجات الحرارة في البلاد سوف تكون كالآتي، والبداية دوما ودائما مع العاصمة بغداد، حيث سيكون الطقس في محافظة بغداد الطقس غائم ممطر في محافظة بغداد، والصغرى سجلت 17 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة. ومن محافظة بغداد نذهب إلى الجنوب، حيث البصرة الفيحاء سجلت الصغرى 19 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس غائم في محافظة البصرة. ومن البصرة نذهب إلى الشمال، حيث محافظة أربيل الصغرى سجلت 13 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 18 درجة، والطقس غائم ممطر في محافظة أربيل. ومن محافظة أربيل إلى مدينة الإمام الحسين عليه السلام كربلاء المقدسة، حيث سجلت الصغرى 17 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 21 درجة، والطقس اليوم في كربلاء غائم ممطر. ومن محافظة كربلاء نذهب إلى الجنوب، حيث محافظة ذي قار الصغرى سجلت 19 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 24 درجة، والطقس أيضا غائم ممطر في ذي قار. ومن الجنوب نعود إلى الشمال، حيث محافظة السليمانية الطقس غائم ممطر في السليمانية، والصغرى سجلت 11 درجة بينما العظمى قد تصل إلى 16 درجة. ومن محافظة السليمانية
نذهب إلى محافظة بابل، حيث سيكون الطقس في بابل أيضا غائم ممطر، والصغرى سجلت 17 درجة، أما العظمى قد تصل إلى 22 درجة. ومن محافظة بابل نذهب إلى محافظة ميسان، حيث سيكون الطقس في ميسان أيضا غائم ممطر، والصغرى سجلت 12 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 22 درجة. ومن محافظة ميسان نذهب إلى محافظة دهوك، الصغرى سجلت 13 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 19 درجة، والطقس غائم في محافظة دهوك. ومن محافظة دهوك نذهب إلى محافظة الأنبار، حيث سيكون الطقس غائم ممطر في الأنبار، والصغرى سجلت 14 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة. ومن محافظة الأنبار نذهب إلى محافظة النجف الأشرف، الصغرى سجلت 18 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس غائم ممطر في محافظة النجف. ومن محافظة النجف نذهب إلى محافظة الديوانية، الصغرى سجلت 18 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس غائم ممطر في محافظة الديوانية. ومن محافظة الديوانية نذهب إلى محافظة الموصل، الصغرى سجلت 13 درجة، بينما العظمى من المتوقع لها أن تصل إلى 20 درجة، والطقس غائم ممطر في محافظة الموصل. ومن محافظة الموصل نذهب إلى محافظة ديالى، حيث سيكون الطقس غائم، والصغرى سجلت 14 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة. ومن محافظة ديالى نذهب إلى محافظة واسط، الصغرى سجلت 14 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 22 درجة، والطقس غائم ممطر في محافظة واسط. ومن محافظة واسط نذهب إلى صلاح الدين، حيث سيكون الطقس في صلاح الدين أيضا غائم ممطر، والصغرى سجلت 14 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة. ومن محافظة صلاح الدين نذهب إلى محافظة كركوك، الصغرى سجلت 15 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 19 درجة، والطقس أيضا غائم ممطر في محافظة كركوك. ومن كركوك نذهب إلى محافظة المثنى، الصغرى سجلت 17 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 26 درجة، والطقس غائم ممطر. ومن محافظة المثنى مشاهدين الأكارم نصل إلى ختام النشرة الجوية، وهذه عودة إلى زميلات في الأستوديو. أغلبها آلام المعدة اللي قد تسبب عند بعض الأشخاص نقرت عقاقير، راح تحدثنا عن أدوية المعدة وأهمية تناولها بوصفة طبية وبانتظام، وإليكم مشاهدينا شرح مفصل لهذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فقرة عقاقير. نتكلم اليوم عن أدوية المعدة وسلبياتها. السؤال المطروح هنا، لماذا يأخذ الناس أو الأشخاص أدوية المعدة؟ الجواب لإحساسهم بعدم الارتياح أو إحساس الحريق في المريء أو في المعدة، لذلك يأخذ هذه الأدوية، أو يصف لها صديق ما يقول له أنا أخذت هذا الدواء وارتاحت وشفت أنه أكو راحة عندي بالمعدة. وتكسير الفيتامينات مثل فيتامين B12، المغنيسيوم والبوتاسيوم، هذا يؤدي إلى سهولة الامتصاص مالتها. الـ pH مال هذا الحامض تقدر من 1 إلى 2، يعني هذا المحلول هو شديد الحموضة، يعطي إيعاز إلى العضلة العاصرة اللي ما بين المريء وما بين المعدة حتى تنغلق بالوضع الطبيعي، تنغلق وينطي المواد هذه اللي تنهضم داخل المعدة، تكون بها نسبة من الحموضة من تعبر أو تنتقل إلى الأمعاء، تنطي إعازات للبنكرياس وتنطي إعازات للمرارة بأن تفرز أنزيمات هاضمة وظيفتها أنه تخلص الإنسان من عسر الهضم. فإذا وجود الحامض أو المحيط الحامض داخل المعدة هو حالة طبيعية، لكن الشعور بالحرقة هذا مو ناتج عن هذا المحيط، ناتج عن ارتجاع لهذا الحامض إلى المريء. الأسباب مالته كالآتي،
الأسباب ما رجوع هذا الحامض إلى المريء. أولاً خلنا نفتهم التركيبة بشكل بسيط. مالت المريء هو عبارة عن أنبوب المحيط مالته غير حامضي. من يرجع إلى هذا الحامض من المعدة راح يعطينا الإحساس والشعور أنه أكو حريق عندنا، أكو عدم ارتياح، غير مرتاحين نشوف نفسنا. شنو هي أسباب ارتجاع هذا الحامض إلى المريء؟ قلنا هنالك أسباب عديدة تؤدي إلى ارتجاع الحموضة من المعدة إلى المريء، منها أخذ المواد الدوائية اللي تكلمنا عنها بالحلقات السابقة اللي هي النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتري دراج اللي هي البروفين البنادول لفترات طويلة، أو أخذ أدوية المعدة بدون استشارة الطبيب مثل الأوميبرازول اللانزوبرازول التجمت إلى آخره. النقطة الثالثة شرب الأراجيل أو التدخين، هذه كلها أسباب تؤدي إلى استرجاع الحامض من المعدة إلى المريء. كذلك أكل الوجبات بشكل مفرط، أكل مادة الخبز، الخبز بشكل مفرط أيضا تؤدي، أو المعجنات تؤدي إلى ارتجاع هذه الحموضة إلى المريء. فالمفهوم الصحيح بأنه المعدة محيطها حامضي، لكن إذا هذا المحيط قلت الشدة مالته للأسباب اللي ذكرناها راح يصير خلينا نقول الشدة مالته تقل، فراح يصير ضعيف، يرجع لوين؟ إلى المريء. هذا المحلول الضعيف اللي ما سبب أنه العضلة العاصرة ما بين المعدة والمريء تتحسس حتى تنغلق بإحكام راح تنفتح، فمن يرجع الحامض إلى المريء راح نشعر أنه أكو حموضة صارت بالموضوع. إذن شنو الحلول اللي نتبعها؟ حلول بسيطة جدا، لا ندمن على الأدوية بدون استشارة الطبيب، لأن هذه الأدوية تسبب لنا ضعف الحامض اللي موجود بالمعدة. إذا ضعف الحامض اللي موجود بالمعدة راح نشوف البي 12 عندنا راح يتكسر. البي 12 شنو أهميته بالنسبة للجسم؟ أهميته بأنه يعني إذا النقص مالته أو ما صار عنده امتصاص بشكل صحيح راح يسبب عندنا فقر الدم اللي يؤدينا إلى الأنيميا، راح يسبب عندنا في بعض الأحيان الخرف، التلف العصبي، التوهان. هذا بالنسبة للبي 12. المغنيسيوم من أهم العوامل اللي يتكسره وتساعد على امتصاصه هو الحامض. إذا الحامض قلت الشدة مالته راح يبقى المغنيسيوم بدون امتصاص، بالتالي يسبب عندنا ضعف في حركة الأعصاب. المغنيسيوم أيضا مهم عندنا لحمل الدي 3، إن كان ما موجود المغنيسيوم فالدي 3 ما يعمل عندي، راح يصير عندي هشاشة عظام، عندي مشاكل هواية راح تصير، عسر الهضم، سوء الهضم إلى آخره. إحدى المجلات البريطانية عملت دراسة بتاريخ 19/12/2019، وجدنا من خلال هذه الدراسة، طبعا اسم المجلة هو ABG، وجدت هذه المجلة ومن خلال هذه الدراسة النسب الآتية للي يأخذون أدوية معدة بدون استشارة الطبيب اللي ذكرناها سابقا، تقريبا 65% راح يصير عندهم نقص بالبي 12، تقريبا 58% راح تحدث عندهم عمليات كسور نتيجة ضعف وهشاشة العظام، ما يقارب 43% يصير عندهم خرف، ما يقارب 27% راح يصير عندهم قصور كلوي. هذه كليتها أسباب نتيجة أخذ الأدوية بدون استشارة الطبيب لمدة 6 أشهر. معلومة جدا مهمة، إذا هذا الحامض بقى ضعيف نتيجة أخذ هذه الأدوية ولمدة 6 أشهر، يعني ما يقوم بالوظيفة مالته، ما يصبح كفوء بالشكل الطبيعي، يحتمل أنه المريض يصاب بنسبة 4 أضعاف أو 4 مرات عن المريض اللي ما يأخذ هذه الأدوية بسرطان المعدة. هذه معلومة جدا مهمة، من خلال هذا نستنتج بأن هذه الأدوية تعتبر أدوية قاتلة إذا صرفت بدون استشارة الطبيب. هذا بالنسبة إلى أدويتنا اللي نأخذها مع المعدة اللي هي بالعموم الأوميبرازول اللانزوبرازول مثل ما قلنا التجمت. هناك من يأخذ الفلاجيل، ولكن الفلاجيل حب يؤخذ في حالات معينة وتحت إشراف الطبيب. أكو بكتيريا عندنا في المعدة، جرثوم احنا نسميها، تنشط إذا عندي الحامض صار غير فعال. هذه البكتيريا اسمها الاتش بايلوري، أو ما نسميها بالبكتيريا الملوية البوابية.
هذه البكتيريا تؤدي إلى بالمستقبل لا سمح الله إذا لم تعالج تؤدي إلى سرطانات المعدة. الفلاجيل هنا يستخدم مع بعض الأدوية المضادة الحيوية مثل الكلاريثرومايسين أو الأموكسيلين لتجنب هذا الموضوع. هنالك سبب آخر ومهم جدا يؤدي إلى زيادة الحموضة أو الارتجاع في المريء، ألا وهو السترس، يعني القلق التوتر. دائما الإنسان القلق المتوتر المهموم تجد بأنه أكو حموضة وارتجاع في المريء يصير عنده. لذلك هنا مو شرط أنه ننطي أدوية لحل هذا الموضوع، أدوية خاصة بالمعدة، ننطي أدوية مضادة للتوتر مضادة للسترس، موجودة مثل الليبراكس حاب، مثل الاستلابيد حاب، وهناك وسائل طبعا طبيعية لتجنب الحموضة مالت المعدة. الوسائل الطبيعية والحل السريع يتمثل بأخذ ملعقة من خل التفاح العضوي أو من مشروب الألوفيرا وهو مشروب طبيعي جدا، أو نأخذ ملعقة من الملح حتى الصوديوم لأنه جدا مهم لتعويض هذا الموضوع. بالنسبة إلى الحلول الطويلة على المدى الطويل، يجب أن يقوم الإنسان إذا كان وزنه عاليا يجب أن يقوم بتقليل الوزن مالته، لأن الوزن بحد ذاته يسبب أدنى ضغط على الجزء الداخلي من المعدة ويسبب أدنى ارتفاع بالحموضة. كذلك وضعية النوم، يجب أن يكون السرير بشكل مائل، مو الرأس بشكل مائل، السرير بشكل مائل. هذا النوع الثاني من الحلول على المدى الطويل. كذلك يستطيع الإنسان أن يأخذ شراب الزنجبيل، أيضا هو من الحلول على المدى الطويل. ونتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا نشكر الدكتور ليث محمد على كل هذه المعلومات المهمة جدا اللي ذكرها بخصوص أنه الأدوية والعقاقير التي تصرف باجتهاد شخصي أحيانا من قبل المريض من دون وصفة طبية، وبالتالي أنه لا سمح الله يؤزم المسألة وقد أنه يصاب بعارض آخر. مشاهدينا طبعا وصلنا للمساحة اللي صراحة أنه نتشوق دائما أنه نصل لمساحة التفاعل معكم وأيضا مناقشة موضوع معين، وبالتالي أنه ننضج هذه الموضوعة إذا كانت سلبية أنه نعالجها، إذا كانت إيجابية إن شاء الله نحب يعني تفعل أكثر إن شاء الله وأكثر في مجتمعاتنا. سؤال تفاعلنا لهذا اليوم يقول: كيف أو متى هو يعني تعتبر أنه اليوم الجيد لك؟ نكرر السؤال: كيف هو اليوم الجيد بالنسبة لك؟ قد يكون أنه بعض من الأشخاص يقول أنه اليوم السعيد أو اليوم الجيد اللي أعتبره من ألتقي أنه مع معارفي أو أصدقائي، أو قد يكون أنه يعني مثلا أتصل بأمي بأبويا، قد يكون أنه بشخص معين. قد يكون بعض من الأشخاص يقول اليوم الجيد أو السعيد عندي أنه من أنجز كل مهامي بأفضل ما يكون، وبالتالي تكون عندي فتح حصيلة جيدة نهاية يومي. طبعا زميلنا ماجد الأسدي أكيد رصد لنا بعض من الآراء وبعض من الأمورات خصوصا أنه على هذا السؤال، فمشاهدينا دعونا نشاهد سوية ومن ثم نعود لقراءة تعليقاتكم. صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: كيف هو اليوم الجيد بالنسبة لك؟ خليكم ويانا أحبتي المشاهدين نستمع إلى بعض الآراء. طبعاً اليوم الجيد بالنسبة لي وبالنسبة شيء أكيد لأي شخص هو الإنسان أنه يبدأ يومه بذكر الله، مثل أنه يبدأ يومه
بصلاة الصبح، هذا الشيء أكيد، هذا أول شيء إنه يسوي الإنسان إنه صلاة الصبح هذا الشيء، أو مثلاً يقرأ له دعاء معين مثل دعاء الصباح، أو مثلاً نبدأ يومه بقراءة آيات قرآنية قصيرة. طبعاً هذا الشيء له انعكاس إيجابي على كل يوم الإنسان، سواء في الجامعة أو في الحياة العائلية أو مع الطلاب، شيء أكيد، لأن ذكر الله أو الآيات القرآنية كل هذه الأمور إنه لها تأثير إيجابي جداً كبير على حياة الإنسان. طبعاً شيء أكيد هذا الشيء راح ينعكس على علاقته مع الآخرين، مع الطلبة أو مع الأهل أو مع الزملاء في الجامعة، كل هذا الشيء له تأثير إيجابي جداً كبير على حياة الإنسان. اليوم الجاي هو يمحي الأيام السابقة، لأن حياتنا تعرف تتعرض لهواي سلبيات، فاليوم الجاي يمحي السلبيات السابقة ويبدأ إلى يوم جديد. اليوم الجديد الذي يبدأ بشكل جيد، يبدأ أولاً إحنا بما أنه دراسة، يبدأ دراسياً جيد، يسهل أمور الحياة، أنت تحس بطعم اللذاذة وبطعم الاستمتاع أنه بديت بحياة وبيوم لطيف. اليوم الجيد أنت تريد تبدي يومك جيد، ابدي يومك بذكر الله، ابدي يومك بالصلاة، ابدي يومك برضا والديك، وأحلى يوم تبديه بشكل جيد من تقعد الصبح تبوس إيد أمك، تبوس إيد أبوك، توكل على أمك بكل إرضاء وكل سعادة، تحترم الآخرين، تستقبل الآخرين بكل رضا، لا تضر أحد ولا أحد يضرك. من منطلق مقولة التفاؤل بالخير تجدوه، على الإنسان وبالخصوص الشاب أن يبدأ يومه بالعبادات، الصلاة من الصبح، التحضير للدوام. يعني إحنا كطلاب جامعة أول ما نبدأ يعني حتى يكون يومنا إيجابي سعيد، أول شيء العبادات، التحضير الملابس، تحضير الدراسة، اهتمام بنظافة الجسم، بعدها الوصول إلى الجامعة، الحديث الجيد، الحديث العلمي، الممازحة اللطيفة المحترمة مع باقي الأصدقاء. بهذه الأمور يقدر الإنسان الحفاظ على علاقاته الاجتماعية واللطيفة والمحترمة مع باقي الزملاء والزميلات، المخالطة مع أصدقاء وأشخاص إيجابيين. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو البرنامج. حياكم الله مشاهدينا، ومتى يكون يومكم جيد وكيف يكون يومكم أفضل، هذا ما سنتعرف عليه من خلال تعليقاتكم اللي تركتوها بالإنستغرام لبرنامج صباح كربلاء. أولى التعليقات دعونا نبدأها مع الدكتور عبد الكريم الخفاجي، يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، فيومي الجيد عندما لا أعمل فيه أي معصية لله تبارك وتعالى، ثم وفائي بالمواعيد ومنها الصلاة باعتبارها أقدس موعد، وما يعكر مزاجي هو عدم التزام البعض بالمواعيد، ولأريحية المزاج أقضي وقت الانتظار بالاستغفار والصلاة على نبي محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأيضا هناك تعليق آخر باسم علي، يقول: اليوم الجيد هو اللي بطاعة رب العالمين تعالى وعدم معصيته أولا، وثانيا اليوم اللي أنجز به أمور متعلقة بي أو بعائلتي أو بعملي يكون أيضا جيد، وثالثا لما أكون في أماكن أحبها. صحيح، كلها نقاط تدل على اليوم الجيد، وخاصة النقطة الثانية أيضا أشاكك بها يا أخ علي. أيضا هناك تعليق آخر مع كين هاون. نعم، هناك تعليق من آية تقول: أحلى صباحاتي من أشوف أولادي وزوجي يطلعون للدوام وأبقى وحدي أشرب القهوة وأفكر شنو أسوي لهم غدا بهدوء. طبعا يمكن تقول البعض يشوفه يوم عادي، لكن هو نعمة لما يكون يومنا عادي بعيد عن المشاكل. ربي يجعل كل أيامنا روتين عمل وانشغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى. آية طبعا شكرا جزيلا لتعليقك هنا.
المشكلة البعض أنه يشوف كل هاي الأيام عفواً أو الأمور اللي هو معتاد عليها هي أمور عادية أمور روتينية، لكن بحد ذاتها الله سبحانه وتعالى من جعلها تتكرر، يعني هو هذا نعمة طبعاً بحد ذاته. التعليق الآخر من أوس ستار الغانم يقول: اليوم الجيد بالنسبة لي هو عندما أستطيع أن أبدأ صباحي بتفاؤل وإيجابية، وأكون قادر على التعامل مع أي تحديات تظهر في طريقي بحلول إيجابية وصبر، عندما أشعر بالرضا عن نفسي وعن ما أقوم به خلال اليوم، وعندما أستطيع أن أساهم في جعل يومي ويوم الآخرين أفضل بطريقة ما، فإن ذلك يجعل اليوم جيدا بالنسبة لي. الكاتب الصحفي أوس، نشكرك طبعا أخونا على يعني هذا الرأي. بالفعل قد يكون أنه البعض ما يحرص على نفسه أنه بإيجابية، وإنما أيضا طبعا أنه يحرص على أنه يكون المحيطين به أيضا بإيجابية. نعم أحسنتي. أيضا هناك تعليق من عمر الكربلائي يقول: صباح الخير والسعادة لجميع كادر صباح كربلاء، وبالمقدمة الأخ وصديق الطفولة المخرج حسام الضويهري، ولا وجود لعقبات ما دام يوجد حل لكل عقبة، وتكمن السعادة الحقيقية عند استيقاظك بصحة وعافية، وجميع الأمور بعد الصحة تكون سهلة الحل. بالتأكيد العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى، اللهم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. إذن هناك تعليق آخر من بنت علي تقول: اليوم الجيد يبدأ بصلاة الصبح مع قراءة قرآن الكريم كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما نريد أن يمضي يومنا بسعادة، ولكن مع أول مشكلة نغضب ونتشائم من هذا اليوم، لكن علينا أن نعود إلى جذور المشكلة ونحلها إذا كان بيدنا الحل، لكن إن لم يكن بيدنا حلها فنسأل الله وأهل البيت أن يحلوها، وبعد كل هذه العبادة الصباحية أكيد يكون صباحنا مليء بالتفاؤل بوجود برنامج صباح كربلاء ومقدمه. شكرا لك يا أختنا العزيزة، وأحلى شيء الختام. نعم صحيح ليلى. طبعا أنتوا تقرين التعليق أجبال، إنه بعض من الأشخاص اللي يربط يعني أحداث الأمس وبما فيها قد يكون مشكلة معينة صادفته يبدأ يومه كئيب. يعني إحنا يعني صراحة إنه نكون أكثر واقعيين، والإنسان راح يتأثر، لكن مو بمعنى إنه هذا اليوم أحمل مسؤولية إنه اليوم السابق. خلي أبدي بتوكل على الله سبحانه وتعالى، قدر الإمكان أتناسى يعني الموضوع اللي صار بالأمس، وأبدي يوم جديد قد الله سبحانه وتعالى يفتح لفد آفاق معينة، أبواب معينة، صحيح، وتنقضي هاي المشكلة. هو يعني صحيح أكو مشاكل يمكن ما تقدرين تشيليها من ذهنك، لكن قدر الإمكان. لذلك ذكرت أنه ما نقدر ننسى، وإنما نحاول أنه نتناسى. هناك تعليق من ابتسام تقول: اليوم الجيد هو اللي بطاعة رب العالمين تعالى وعدم معصيته أولاً، وثانيا اليوم اللي أنجز فيه أمور متعلقة بي وبعائلتي أو بعملي يكون أيضا جيد، وثالثا من أكون بالأماكن اللي أحبها. ابتسام إن شاء الله تكونين دائما سعيدة وبفرح دائم يا رب. الأخ الدعاء تقول: المتفائلون نعم يطلبون الصلاح والسعادة منذ بداية يومهم، ومن تكون بداية يومه هو بذكر الله سبحانه وتعالى طالبا منه التوفيق والصلاح، حتما ستناله توفيقات من الله عز وجل. وفي دعاء الصباح أنت تطلب من الله: فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. بالفعل أختنا دعاء إحنا دائما نذكر، أيضا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، الإنسان اللي يبدأ يومه برضا الله سبحانه وتعالى أو على الأقل بذكر الله تبارك وتعالى، هذا اليوم بكل تفاصيله يكون هو يوم مغاير عن كل الأيام. والإنسان اللي مبتعد عن علاقته بالله عز وجل خليه يجرب ويشوف أنه شلون رح يبدي كل أموراته رح تصير صح، كل تفاصيل حياته الله سبحانه وتعالى طبعا رح يعني أنه يسهلها. نعم أحسنتي نهاوند. إذن في ختام حديثنا لهذا اليوم أكيد نشكر كل تعليقاتكم، كل اللي انطانا من وقته وترك تعليق لبرنامج صباح كربلاء، نشكر مشاركتكم معنا، ودائما ما إن شاء الله نتناول الفائدة وتكون هذه في مرضات الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم لحسن المشاهدة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذنه تعالى. تحيات كادر برنامج صباح كربلاء وعلى رأسهم المخرج المتألق حسام الضويهري وزميلتي نهاوند العبودي، نلقاكم بحفظ الله، ونترككم مع جمال الطبيعة من حدائق
صباح كربلاء ومجموعة قنوات كربلاء الفضائية. في أمان الله.